اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمات كره السله في النادي الاهلي ونجمات منتخب مصر 3 على 3. برحب برضوى محمد في البدايه. ازيك يا رضوى؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ده نور حضرتك. طبعا بنرحب بنجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر، منتخب مصر 3 على 3، جنى مصطفى. ازيك يا جنى؟ ازي حضرتك؟ منوره قناه النادي الاهلي. منورك والله. يعني عايز اقول لك ان انت دخلتي هزرتي مع الناس وخلاص بقيتي فاميليار في القناه. النهارده عيد ميلادك. طبعا طيبه، واكيد طبعا دي حاجه كويسه جدا ان ايه ان يبقى عيد ميلادي وسط طبعا. أيوة. ده انا يعني مخصوص جاي عشان النهارده. ربنا يخليكي، طيبه تنورينا ومتشكره على يعني المجامله الجميله دي. خلينا نتكلم عن البطوله 3 على 3. يعني هبتدي معاك يا رضوى، احنا احكي للناس ايه البطوله دي وايه التصفيات دي ومودياني على فين. دي كانت ستوب من كذا ستوب عشان نتاهل يعني كاس عالم وكده. كانت دي ستوب، دي كانت عندنا، كان فيها 4 فرق مشاركه. كان احنا والجزائر ونيجيريا ومنغوليا. تمام. بس في الاخر اتصفت علينا احنا ومنغوليا عشان الجزائر اعتذرت ونيجيريا كورونا. كورونا. بس ففي الاخر بس منغوليا جامدين في 3 على 3. لا كويسين قوي. سادس على العالم. ولسه جايين من الاولمبيكس. وكسبتوهم. طب ده حاجه كويسه جدا. انا بقول لك بس ما كانتش يعني سهله خالص ما كانتش سهله خالص. كنت انا عارف، انا بقول لك صعبين. فيهم واحده هي رانكت في الاولمبيكس، يعني هي واخده رانك كويس قوي في الاولمبيكس. فكانت صعبه قوي، يعني هي شوتر قوي ما شاء الله يعني. وعايز اقول لك ان هو كمان منتخب 21 اتصعد باين. ولاد بنات لا بلاد ما تصعبش صعبه شويه. لعب البطوله. طب خليني اقول لكم انه يعني برضو رضوى يمكن المباراه دي احنا مسافرين رومانيا الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم ايه؟ يوم 16. يوم 16 9 ان شاء الله. هتعملوا مسح قبليها او حاجه وفي معسكر ولا لا؟ في كذا مسح، في مسح او معسكر. انتوا جايين من المعسكر. وهتعملوا مسح قبل السفر. وهتروحوا على رومانيا. ان شاء الله. بقى مفيش بقى رحمه، كاس عالم بقى واديله. هيبقى جامد قوي قوي. في فرق جامده. طب اللي عملوه الولاد الشباب يعني خدوا رابع عالم، فتح نفسكم ان انتوا تعملوا طبعا قوي. طبعا ما شاء الله ادانا يعني موتيفيشن كده ان لا نبتدي احنا كمان. لازم اما نروح ما نبقاش لازم نعمل حاجه، يعني لازم نعلم زي الناس يعني. لازم بقينا هي اول مره تتلعب واول مره يبقى في 3 on 3 اندر 23. فهي دي حاجه بالنسبه لنا اللي هو احنا عايزين برضو اما نروح فور فيرست تايم يكون لا احنا يعني مصر موجوده. يعني هو لا احنا يعني موجودين، يعني نعمل ريكورد حلو يعني كفيرست تايم. هي حاجه كويسه بس احنا عايزين نعمل ريكورد يعني. طب خلينا نشوف التقرير اللي عملناه ده عن البطوله واللي انتوا الانجاز اللي عملتوه ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين. عملنا تقرير عن البطوله واللي حصل فيها، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح المنتخب الوطني لأنسات كرة السلة 3 على 3 في تحقيق إنجاز كبير بعد التتويج بالجولة الخامسة من التصفيات الأفرو أسيوية تحت 23 سنة في البطولة التي أقيمت على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 من أكتوبر نهاية أغسطس المقضي. واستطاعت لاعبات الفراعنة الصعود لدور الأمم العالمي المقرر إقامته بالعاصمة الرومانية بوخارست منتصف هذا الشهر. وشارك في البطولة منتخب منغوليا وهو أحد أقوى المنتخبات العالمية، وكان من المقرر أن يشارك منتخب نيجيريا والجزائر من إفريقيا قبل أن ينسحبا في اللحظات الأخيرة، ويتم تصعيد منتخب مصر تحت 21 سنة ليكتمل عدد الفرق المشاركة بالبطولة. وأظهرت لاعبات مصر مهارات رائعة وقدرات خاصة خلال البطولة، تلقينا عليها إشادة كبيرة من جميع المشاركين والمتابعين للبطولة. ومثل المنتخب المصري في البطولة الثلاثي الأهلاوي نادين سلعاوي، جنة مصطفى ورضوى محمد، إضافة إلى أسرار ماجد نجمة نادي سبورتينج ورضوى سالم لاعبة نادي الجزيرة، وأخيرا إنجي صلاح لاعبة نادي سموحة، وذلك تحت القيادة الفنية للكابتن أيمن ناجي المدير الفني للفريق. وتألقت لاعبات المارد الأحمر وأسهمنا في حصد منتخبنا الوطني لتذكرة الصعود للبطولة المونديالية وظهور بشكل مشرف وأداء رائع أظهر قدرتهن على منافسة المنتخبات العالمية. زي ما حضراتكم شايفين اكيد النادي الاهلي يعني بيقدم كوادر في كل مجال. زي ما حضراتكم شفتوا في تنس الطاوله من شويه، باسكت شباب 3 على 3، باسكت ولاد، يعني النادي الاهلي قلعه رياضيه كبيره. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع نجمات كره السله ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع طبعا نجمات كره السله في النادي الاهلي واللي شاركوا في 3-3 وتاهلوا لكاس العالم في رومانيا الاسبوع القادم، رضوى محمد وجنى مصطفى. رضوى يمكن اجيلك، كنا بنتكلم عن الضرب في الماتش وايه اللي حصل. كانت معركه بصراحه، هي كانت معركه. احنا نازلين نلعب في بلاي عادي، فاحنا بنلعب فجاه لقينا لا كوع وضرب وشنكله وكل حاجه والحكام مش بيصفروا. قلنا خلاص بقى لو هي هتمشي كده فيلا بينا يلا بينا بقى. بس اصل احنا ما عملناش كده احنا كنا هنخسر بالظبط. بس فاحنا لو هي هتمشي كده هم يكسبوا، فلا احنا كنا مثلا نكسب ماتش نخسر ماتش وهكذا، فلا هو ما ينفعش. نفس الكلام اللي قالوه الولاد اللي راحوا رابع عالم. ما الصراحه الموضوع لا اول ماتش الله مش تقولوا لنا الكلام ده. احنا اول ماتش والله اتفاجئنا، يعني لقينا ضرب وكوع واصلا كنا طالعين بقى مزرقين وخلاص كوع وكل حاجه، فلو لا هتبقى كده طب يلا بينا تعالوا بقى. اصل لا ده ملعبنا ولا ايه؟ ده ملعبنا ما ينفعش. انت عملت ايه يا جنة؟ برضو نفس الكلام يعني بقى تأجيته في ملعبي. دي لقطات من الماتش ايه؟ في ملعبي بقى. دي لقطات ماتش ايه؟ ده ان يوم انا مش عارف. دي منغوليا؟ اه منغوليا. كان لعبتوها كام ماتش؟ ماتش واحد؟ كل يوم كل يوم لعبنا مرتين. كتير ها؟ جدا. لا انا اتحفظتهم خلاص. وكل يوم كان لازم كان في لا بس احنا كنا سته فكل يوم بيبقى فيه أربعة من الستة. لعبت كام ماتش انت من الستة؟ لعبت واحد يوم يعني يوم فلعبت ماتشين. لعبت ثلاث أيام. يعني انت ضربت أكتر. مش لعبت أكتر، ضربت أكتر. طب قولي لي يعني أصعب ماتش فيهم كان إيه؟ هم كلهم كانوا صعبين، لأن أنت يعني أنت كل يوم بنكسب ماتش ونخسر ماتش. يعني أنت بقى هتيجي في أي ماتش؟ في الاخر هو كل يوم بيتحسب كروسات ونلعب فاينل. فاحنا كروسات وبنوصل احنا الاثنين للفاينل. فمثلا احنا نكسب في الكروس نخسر في الفاينل، هم يكسبوا في الفاينل احنا نكسب. يعني فضلت المنافسه لاخر ماتشين. احنا اصلا اتاخدت لازم نكسب سكور افريج، لان احنا في يوم كسبنا ماتشين فبقينا احنا كاسبين ماتش، لكن فاينلز احنا 3-3. يا خبر ابيض، ده الموضوع كان يعني كان فاندب خلاص. كان الماتشات احنا كسبنا بس في يوم الـ 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 في التصفيات والفاينل. طب قولي لي انت شفتوا انتوا رايحين كاس عالم، اكيد دي كانت اسيا وافريقيا صح؟ ومعانا يعني ما فيش هو اسيا وافريقيا. شفتوا الستوب اللي زي ده في المناطق الثانيه ولا اتفرجتوا عليه ولا لا؟ ما اتفرجناش بس هايلايتس. يعني اتفرجنا على هايلايتس بس انا عارف انها بتتذاع على اليوتيوب. هايلايتس اتفرجنا على هايلايتس. هايلايتس بس لما ماتشات كامله ما فيش. لا ما اتفرجناش اكيد. ممكن الجهاز الفني يحاول. انتوا الجهاز الفني لازم نقوله مين معاكم؟ معانا كابتن ايمن ناجي. ايمن ناجي طبعا. ومعاهم اسكندريه. والولاد معاهم كابتن احمد فوزي. احمد فوزي طبعا نجم نادي الزمالك السابق طبعا. طبعا. خلي بالك احمد فوزي من اللعيبه المحترمه جدا ومؤدبه جدا جدا، ولد جنتل. لا هم جمال قوي. احمد فوزي جميل. وخليني اقول لكم انه 3-3 برضه ما ننكرش دور كابتن رحاب الغنام، لان هي طبعًا. الحقيقه هي اكبر دور. هي اصلا لولا كابتن رحاب ما كانتش البطوله هتبقى كده. لا 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 ما كانش هتطلع كده ولا بالشكل ده، ولا هنبقى احنا عايزين نكسب قوي عشانها. يعني احنا بجد كنا بنعمل كل عشانها صراحه على اعلى مستوى، على كمان فرقتين ان اصلا 3-3 تمشي على فرقتين او ثلاثه لا ده صعب جدا جدا كمان توصل للليفل ده. هو بجد كابتن رحاب هي اللي وصلت 3-3 للليفل ده. يعني زمان كنا ما فيش كده خالص، ولا معسكرات ولا اي حاجه من الحاجات دي. لان انا شايف 3-3 ممكن نعمل فيها انجاز حتى عالمي. يعني لو اشتغلنا لو اهتمينا بيها سهل ان احنا نعمل انجاز عالمي. عشان ايه اصلا؟ لان هو 10 دقائق فيتخطف يعني. مش جيم هي 10 مينتس ليه منتل اكتر. 10 مينتس ممكن تتخطف ان شاء الله لو انتوا لعيبه جامده قوي. هو انا وانت قدام بعض. ما احنا في 5-5 طلعنا على تونس في بطوله افريقيا 20 بوينت. وتونس كسبت. لو كان الماتش 10 دقايق كنا كسبنا. ايوه كده جدا. فهي بس 3-3 انا وانت بقى خلاص. فبتبقى الضرب بقى يا باشا. بص ما تقوليش هتعدي مني هجيبك عادي. هو ارجع تاني. دي بقى البقاله الاقوى. طب الحكام ما قالولكوش كده بالماتش؟ يعني قالولكم لا. مثلا انا كنت عارفه شويه يعني، كنت عشان زمان سمعت ولعبت كذا مره كنت عارفه ان 3-3 بس برضه في مصر غير بره. يعني بره لقينا لا الدنيا. وبعدين اوريدي اصلا لما بتلعب افريقيا او كده بيبقى الموضوع في ضرب شويه عن هنا. لا هي 3-3 كنت سمعت بس لقيتها بقى معديه. شفت بعيني محدش معديه بقى كل ده. يعني احنا اول يوم بصينا لبعض كده طب جماعه يلا بقى عشان نلعب. ايوه والله يا جماعه يلا بينا مش هينفع. صحيح. طب خلينا نطلع لفاصل واعرف منكم مزيد طبعا عن البطوله و3-3 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رضوى يمكن عايزين نعرف الناس ايه الاجنده اللي جاي لكم ايه؟ يعني انتوا عندكم رومانيا ستوب جديده وبعد كده راجعين ايه؟ واحكي لنا. هي ستوب عشان رانكينج كده بس برضو كاس عالم. بعد كده ان شاء الله هيبقى عندنا افريقيا في منغوليا. مش عارفه الديت بالظبط امتى. بطوله افريقيا في منغوليا. 3-3 برضو افريقيا بس في منغوليا. طب ازاي؟
ازاي ايه؟ يعني ازاي منغوليا يعني لا لا يعني منغوليا اسيويه فين؟ لا مش منغوليا مش منغوليا. اكيد دوله افريقيه دوله افريقيه بس مش منغوليا المهم يعني عندنا بطوله افريقيا هتبقى في افريقيا في افريقيا وبعد كده ان شاء الله ربنا كرمنا فيها كاس عالم وكاس عالم ده امتى المفروض؟ لا مش عارفه المواعيد مش عارفه دي بالظبط بس ان شاء الله عندنا افريقيا وعندنا كاس عالم طب قولي لي يعني يمكن انتوا رايحين رومانيا عارفين مين كام فرقه تشارك؟ اي ثينك 6 أو 7 6 كنا لسه شايفين النهارده 6 كام؟ ايه هم؟ فرنسا رومانيا ليتوانيا ومنغوليا معانا وفي فرقتين ثلاثة كمان طبعا ايجيبت وتشيك تمام رومانيا البلد المضيفه من داخلها طب يبقى كده 6 طب انتوا عارفين مين اقوى حد او مين الدنيا؟ فرنسا اكيد يعني انا مش عارفه مش لازم اكيد هو مش لازم بس انا عايز اقول لك ممكن تلاقي فرنسا اضعف فرقة بتاعنا لا لا ممكن تلاقي بجد فرنسا اضعف فرقة مش هزار ليه؟ لانه ابتدى تاتي زي ما انتوا قلتوا مش ومش شرط يكونوا باعتين البيرفكت بالظبط بالظبط مش لازم لان هم مش يعني شفنا حتى في فريق الشباب الاولاد اللي وصل استونيا فاينال بيلاروسيا فرق هي اصلا هي ماشيه ستريت على طول ما فيهاش بقى باسكت ورولز هي ستريت بول على طول صح وهي ودي حلاوتها ده كده كده وخلي بالك فن قوي يعني خلي بالك برضو يعني مش كل الناس تقدر تلعب السيستم السريع ده طبعا لا مش هي عايزه فيتنس كويس قوي وعايز حد الرياكشنز بتاعته سريع لان انت وانس بتحط بتسكور هما بياخدوا كوره يحطوا يعني انت ممكن في ساعتها تتلم تشوت لا فانت عشان كده في لعيبه 5-5 وفي لعيبه 3-3 صعب تجمع الاثنين لا يعني في ناس تعرف تلعب هنا بس مش كل هقول لك يمكن 5 اون 5 الناس سهل ان كله يلعبها لان انت عايز ناس رياكشنها سريع وعايز ناس رياكشنها بطيء عايز ناس تقيله عايز ناس خفيفه 3 اون 3 مختلفه شويه مش كل الناس بتعرف تلعب عايز حد خفيف وبيجري بسرعه ورياكشنه بسرعه اللي هو يلا ها 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 والجامب قوه يعني ممكن يكون كويس قوي في 5-5 ما يعرفش خالص اسالكوا سؤال يعني هي امتع ولا 5-5 3 اون 3 بالنسبه لي 3 اون 3 بالنسبه لنا انا انتوا جايبكوا صدمتني فري فري وملعب مفتوح كده انا بلعب براحتي أيوة. مش يعني ولا تايم يعني براحتي انا عايزه حاجه سريعه ومعايا اتنين بس في الملعب فالملعب واسع وخلاص انا براحتي تقدر تشو التالنت بتاعك يعني طول ما الملعب مفتوح حتى لو نص الملعب اسهل انت هتقدر تخش وتلف وتروح إيه الحته دي وترجع تاني حلو وسهل بتطلع مهارات 5 ايوه اللي هو انت ممكن تعمل موفز حلوه قوي وباسي كده وتجري من هنا فحد يجري العكس ففي سبيس طيب بين قوسين كده خليكم فاكرين كلامي ده انتوا هتعملوا تيك اويز عارفه ليه؟ عشان بتلعبوا اللي بتحبوه يا رب والله لا يعني فاهمه يعني عشان بتنزلوا حابين تلعبوا يا رب دعواتكم معانا لا ان شاء الله هنبقى معاكم وهنعمل لكم بقى مداخلات وبتاع بس انتوا ايه يعني يا رب ما يبقاش في تعارض بين حلقتنا وبين ماتشاتكم ان شاء الله طيب خليني اقول 3-3 لما رجعتوا لقيتوا على 5-5 حسيتوا بايه ده؟ هو في ايه يا جماعه ولا الكوره مختلفه الكوره 3 اون 3 اكبر واتقل اوت دور واوت دور يعني هي كان واخدين اكسكيوز يعني في اكسكيوز شويه ان احنا نلعب هنا في صاله بس هي عموما هي لازم اوت دور اوت دور هاف كورت والكورت مختلف مش هاف حتى هو ربع الكوره بقى اكبر ولاد وبنات بنلعب بنفس الكوره هي ولا 6 ولا 7 هي ان بتوين واتقل يعني هي الكوره نفسها اتقل ما باين شكلها ايوه كده سنه ما فاتتكيش في 5-5 بتفيدنا طبعا انت طول ما هي الكوره اتقل فبتعلي الكيرف بتاعك فبتيجي بتشوط بالخفيفه فبتبقى اسهل لك عشان كده اول ولا بتعدي الناحيه الثانيه ساعات لما رحنا النادي ايربول صح الكوره مش عارف امسكها اول كده بتطير الكوره وبعدين تلاقي خلاص تلاقي كابتن هاشم قال لكم ايه ده مفيش 3-3 تاني لما تلعبوا بنفس الكوره لا لا والله خالص لا هو كان متقبل عادي يعني اول تمرين كده خلاص احنا اصلا يعني هو عارف بس ان هي السنس بتاع الكوره مختلف فبيبقى طب الموفمنت في الملعب الموفمنت التحركات الحاجات دي مختلفه طبعا ما كده كده يعني احنا 5 on 5 انت بن روتيت كل واحد بيروح مكان السبوت الفاضي لكن 3 on 3 انت عندك ال 5 سبوتس فاضيين مش 5 بقى هم 10 سبوتس صح فانت عندك ال 10 سبوتس فاضيين انت في ال 5 on 5 انت عندك 2 سبوت لكل بوزيشن صحيح فانت الدنيا ضيقه وبعدين ريد اند رياكت بقى فاحنا خلاص بقينا عارفين ان ممكن تروح في الستوب دي ممكن تروح في الستوب دي فتبقى عندك كل سبوتس دي عندك صح واكيد الرياكشن بتاعك هيبقى احسن 5-5 اكيد يعني اكيد يعني طب خلينا اقول انتوا سفركم يوم الاربعاء فجر البطوله امتى 17 الاربعاء ده اللي هو موافق كام الاربعاء النهارده 16 يعني انتوا تاني يوم على طول البطوله ان شاء الله هتعملوا مسحه هنا ولا هناك هنا وهنا وهناك احنا عندنا واحده بكره واحدة قبل ما نسافر على طول وواحدة هناك على طول اول ما نوصل الساعة 8 طب مخلين بالكم من نفسكم والكلام ده عشان ما تخسرش اي حد يعني شفتوا يعني بتهيألي الحمد لله يعني اتعودنا خلاص عارفين ان احنا طالما احنا عايزين حاجة ونعملها فلازم نمشي صح لان نكملها لله طب انتوا بتتمرنوا فين دلوقتي؟
المعسكر ده بنتمرن في صاله الشباب والرياضه في الفكتوبر. 6 اكتوبر هنا. ده المعسكر ده. وقبل كده كنت مرن في حسن مصطفى وبنلعب فيها. حسن مصطفى دلوقتي عشان ماتش اليد فطبعا الدنيا هناك الدنيا مقفوله خلاص. مقفوله طبعا. طب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، نرجع للنادي الاهلي تاني. انتوا لما رجعتوا التمرين كابتن علي هاشم كان بيشتكي مر الشكوى ان معاه 3 لعيبه، مفيش عدد، بقينا 4 بقينا 6، واللي هو احنا اصلا رحنا لهم تمرينتين ومشينا بالظبط، ما عرفناش نكمل، تعشمتونا ومشيتوا. ما كنتش بيصرخ جامد صحيح، الراجل بيصرخ جامد على ما مرن نص ملعب بس عشان الفرق كلها منتخبات، كلنا في منتخبات، فهو دايما ده بيحصل لنا. يعني انتوا زعلانين ولا يعني دي حاجه مزعلاكم ولا انتوا مبسوطين انتوا مع منتخب مصر وبتروحوا؟ مبسوطين طبعا، بس طالما برضو انا النادي حاجه بالنسبه لنا كبيره قوي، بس طالما احنا عارفين ان كل واحد مش بيقصر وبيتمرن، عارف ان احنا هنرجع النادي ما عندناش وقت، فهنلم بعض بسرعه قوي ومحدش فينا ريح، فخلاص كل واحد يعني كل واحد وي ار بروفيشنال، فكل واحد بيشتغل على نفسه. يعني انا لو هرجع جاهزه هتلاقيني جاهزه، هرجع جاهزه وان شاء الله احنا بقى مع يعني هيبقى ناقص بس الكونكشن، فيا دوبك نرجع نعمل كونكشن واحنا جاهزين. بس رادو لازم تخلي بالك من الحته، لازم تخلي بالكم ان شاء الله يا رب يحميكم من الاصابات. الملعب مفتوح. ليه؟ بص، وطبعا كل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الاسترتشات كويس، تسخين ورم اب، النوم كويس بدري، لان الحاجات دي كلها ممكن انتوا عندكم ضغط ومباريات، فلازم تحط ضغط برضه. لا 3 3 كذا ماتش في يوم، يعني ممكن نلعب 6 ماتشات في اليوم بتتكرر، وحتى الولاد كانوا بيلعبوا ماتشين في اليوم. فالموضوع مجهد، فانتوا لو مش واخدين راحتكم وقست كويس من الراحه والاكل، فلازم تخلي بالكم الفتره اللي جايه عشان ترجعوا النادي الاهلي ما نلاقيش. لا ان شاء الله، ان شاء الله هنبقى راجعين ان شاء الله، وفينا رجلينا ان شاء الله. طب كابتن رحابه تسافر معاكم رومانيا ولا لا؟ مش عارفه، مش اكيد. مش اكيد. بيبقى لا ما اعتقدش. والولاد مسافرين معاكم، كابتن احمد فوزي وفريده مسافرين معاكم، هو يوسف المعداوي بس اللي اتصاب. ويا رب يتمنى له الشفاء، بس هو اللي مش هيروح معاهم. هو اللي مش هيروح معاهم. طب خلينا نتكلم عن التحكيم. هل الحكام اللي بيحكموا المباريات دي، انا بس بنعرف الناس اكتر، بتاعت ثلاثه حكام 5-5 برضه، وكان فيهم كمان ساره لسه جايه من الاولمبيكس، كانت حكم 3 اون 3 في الاولمبيكس، فجت من الاولمبيكس على عندنا على طول. يعني حكام ينفع في وحتى هم كلهم احنا عارفين، يعني احنا بنبقى عارفين برضو الحكام الدوليين شويه بتوع افريقيا وكده، فلا هم حكام. بس بقى طبعا هم بيبقوا عارفين الرولز بتاعت 3 اون 3 مختلفه، رولز 3 اون 3 كلها مختلفه عن 5 اون 5 في حاجات كتيره قوي. طب جالنا ليه انتوا، احنا قلنا الاسامي في التقرير، انتوا 6 ليه؟ عشان هو اصلا ال 3 اون 3 ممكن نبقى 6 ويتسجل في الماتش 4 او في اليوم 4. يعني بس البطوله دي، لا البطوله هو اصلا 3 اون 3 مفروض ان هم 4. طب ليه هم 4؟ كل حته بيسافروا 4. البطوله دي بقى كانت بيسافروا 4 ان احنا مش هنغير خلاص، ناخد 4 وخلاص. بس هو اصلا ممكن نبقى 6 وممكن في يوم تغير وتدخل حد تاني من السته، يعني انت ممكن تسجل 6. يعني انتوا هتسافروا رضوى السته؟ لا هنسافر 4. طيب ما يبقى كده بس دي ما عشان بقول دي كانت رول جديده. ان هم ممكن يسجل 6 عشان في مصر، فهنسجل 6. طب الفرق الثانيه من غير كانوا 6 كانوا 6 كانوا 6 ما هي بالظبط ده اللي بقوله لحضرتك. طب ازاي يا جماعه دي؟ هي في اليوم 4، هو انت ممكن في يوم ليك 4 وعموما ليك 6. ايوه ما اختلفناش، ما اختلفناش، ما افرض حد اتصاب من الاربعه. ايوه بس طب ما هو منتخب الشباب راح 4، انتوا مسافرين 4 عشان بنروح بالظبط. ما هي عشان كده كترول، يعني احنا عندنا اوبشن نروح ب6 ممكن. مش عارف، احنا محتاجين نتاكد من دي. انت لما تروح هتعرفي اجابته لما تروح. يعني قصدي اقول ان هو انا عندنا الاوبشن. يعني الولاد راحوا 4 وحتى شفت فرقه استونيا والفرقه اللي احنا لعبناها الثانيه كل 4، بس انت بيبقوا الاثنين التانيين ممكن يكون اوت، فعشان كده ما شفناهمش. فاحنا بنروح بالمينيمم اللي هو 4. بس هو ممكن الناس، بس طبعا هو الناس كلها بتاخد 4 لان خلاص انت الاربعه اللي خدوا على الجيمز بيفضلوا بقى، لان صعب تبدلهم. بس لو لا قدر الله حد حصل له حاجه، صعب قوي انك يعني ممكن هي نلعب تايم اتنين؟ قليل. لو اثنين اتصابوا ينفع نلعب اثنين؟ اي دونت ثينك سو. لا بيتلغي. اقل حاجه 3. ممكن اللي بره يبقى مصاب. طب التغيير بتغيره ازاي بره؟ معرفش كل ستوب كل ستوب كل ستوب. مين اللي بيطلب التغيير؟ احنا الكوتش بيبقى خلاص، يعني دوره من اول ما الجيم ستارت خلاص. لا هو ما ينفعش حتى يتكلم، لو اتكلم بيقول في نقطه عليه التكنيكال فاول عليه. بس هو احنا بدل مع بعض كل ستوب على حسب نتفق. بنقول بيختار ليدر فيكم الكوتش، يعني في الاولاد اختار ليدر. مين الليدر عندكم دلوقتي؟ كان ساعتها نادين سلعاوي، ودلوقتي رضوى سالم. رضوى يعني يعتبر اكبر. طب هي نادين مش مسافره معاكم؟ عشان نادين واسرار رايحين مع ال 5 اون 5، واحنا الاربعه رايحين ال 3 اون 3. طب بطوله افريقيا للخمسه على خمسه امتى؟ في شهر 9 نفس اليوم 16. يعني هم مسافرين 16 وهي لا هي 16، هم هيسافروا ان شاء الله خلاص الاسبوع الجاي.
كاميرون. اه بس عندهم علقه الكاميرون دي مشوار بالطيران. لا وهي يعني كمان افريقيا اصلا افريقيا برضه صعبه قوي. لا افريقيا كلهم ربنا معاهم. بس انا بحب افريقيا والسفر افريقيا. بس خلينا اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن كره السله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رضوى جيلك يمكن يعني كان في تيم ليدرز في الفريق يبقى انتوا الاربعه اللي مسافرين شو بي يكون مين او مين المفروض هيكون هو ليدر الفريق؟ لو الاربعه الجايين هتبقى رضوى سالم. هتبقى عشان هي اكبرنا وكده. وهي بيبقى هي اللي بتقول مين اللي يغير وبتقول لكم نلعب ايه ولا بنبقى متفقين مع بعض يعني عشان هي بس كابتن الفريق كده. بس احنا متفقين مع بعض يعني مثلا خلاص اللي ماشي معاه هو ممكن يكمل. خلاص احنا كسبانين خلاص ممكن نبدل بروتيشن. طب حد مش قادر نبدل وهكذا. دي ميزه التلاته على الفريق. دي احلى حاجه براحتنا. خلاص ماشيه مثلا مع جنه خلاص جنه خليك في الملعب رضوى خليكي بره. جنة تعبت خلاص نبدل وهكذا. هم بس هم هم اللي اخترعوا اللعبه دي. قال لك انت متضايق من المدرب هشيل لك المدرب. انت متضايق انت متضايق ان حد ولا بيقول له غير غير انت يعني متخيله غير بجد ونلعب وناخد تايم اوت كل حاجه. عارفه الريسبونسابيلتي ان انت تبقى مسؤول عن نفسك صح مع بعض نعمل خطه سوا لوحدنا في الفري براحتك واعمل اللي انت عاوزه اغلط. لا لا جامده جامده صحيح. هي 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 حلاوتها ان انت ما فيش اي بريشر من اي نوع من اي اتجاه خالص. وخلي بالك فيها جمهور يعني الولاد كان عندهم جمهور جامد قوي. جمهور جامد قوي بتبقى مدربات اي لا بالنسبه لي انا نادي اصلا هو جمهوره لا ده كفايه. لا 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 في حاجه ثانيه بيخلي والله العظيم انا اصلا قبل ما يجي كمان النادي الاهلي واتفرجت لا بيخلي ان انا لازم اكسب. انا مش همشي دول كلهم زعلانين مش هقدر. لا لا كانوا في حته ثانيه بجد ما شاء الله. خلي بالك انت مسافره كمان بوخارست بلد جميله مدينه حلوه جدا انتوا هتتبسطوا فيها جدا لان بوخارست اصلا من الدول القديمه في اوروبا. يعني اوروبا القديمه بتبقى فيها اماكن وبتبقى ليها روح ثانيه. خدي صوره ليكي في المباراه. انت دي صوره بقى فاني شويه صوره اهلي دي بقى صوره اهلي كده وبتاع وشغل جامد جدا. وخلي بالك برضو يعني بيبقى حلو قوي ان انت يعني ايوه مع بعض بننبسط قوي بقى. والله مش قصدنا ان احنا نبقى متصورين صوره اهلي بس اللي هو يا جماعه ميموريز يعني. هي جت لوحدها جت لوحدها. انت كنت بتقولي هنا يا رضوى؟ هنا كنا بنلعب فاينل وكنا عايزين لازم نكسب. فلا كنت قاعده بشجعهم بره فحد مش فاكره مين جاب 3 بوينت فرحت قايمه بقى كنت مبسوطه قوي اللي هو 3 بوينت وبتاع كملوا وبتاع. لا الروح حلوه والدنيا جميله. دي منغوليا صح؟ ده كان بتهيألي ده مكان ده بتهيألي دي كان كعبله دي حاجه كده على فوق يعني حاجه ماشي كده يعني الصوره اللي فاتت ودي طبعا جنه طبعا وصورها بقى مع الكاس وانتوا عارفين جنه يعني. هاتوا لنا الصوره دي تاني يا جماعه لازم يبقى في بوزات في الصور وشغل جامد جدا. طب بص بقى بص بقى لا مش عايزك تركزي يا جماعه من فضلك بعد كده ما تركزيش. بص انا ورضا بقى احنا بنقول لها بقول لها شدي عليهم ساعتها كنت بقول لها شدي بقى اضربي عليهم. ده احنا كان بداوا يقربوا مثلا رضا حاطط تيشيرت رضا اضربي بقى. رياكشنات كويسه والصور حتى حلوه والحكام حكام افارقه كمان ورا اهو كمان يعني. كان في اثنين افريقيين واثنين مصريين صح. كان ساره وكريم سلعاوي واثنين بقى افريقيين ولا وواحد كمان مصري. طب هسالكوا سؤال الفرق الثانيه مثلا منغوليا كابتن ايمن ناجي في الصوره اللي فاتت دي كان قاعد على رجله. طيب خلينا نقول مثلا اهو تبين في الصوره في الكورنر انا بجيبه على طول. لا كابتن ايمن كان بص واقف طبعا مش على بعض. طيب خلينا اسالكوا سؤال الفرق الثانيه في لعيبه زيكم لعيبه 5 على 5 بيلعبوا مش عارف مش عارفين بس طبعًا. هي فيهم يعني مثلا احنا قابلنا منغوليا فيهم واحده هم جايين من الاولمبيكس اولا وهم رانك 6 على العالم. فيهم واحده هي رانك في الاولمبيكس ما شاء الله كاس بقى بقى يجيبوها بقى شيلوا الصوره الثانيه الوحشه. هاتوا لنا بقى الصوره الثانيه بقى مع التركيز وفي الخناقه الصوره اللي كانت في الخناقه. فهم جنة في الملعب غير بره الملعب خلينا متفقين هو ده الكلام لازم يكون كده. طب قولي لي انت قلتي لي ان هم كانوا جايين من المنغوليا. البنت اللي هي دي رقم 6 بجد دي ما بتضيعش شوطه وهم ما بيلعبوش غير عليها وبيعملوا لها تاكتكس مخصوصه. انا بنطلع في وشها بنعمل فاول بتقع وبتجيبها وتاخد الومر تجيبه. فكان الموضوع صعب. هي رانج عاليه قوي قوي وبجد هتلاقي حتى الهايلايتس كتيره قوي بتاعتها على الفيبا 3-3 ان هي شوتر قوي ما شاء الله. طب رضوى قولي لي يعني احنا مع النادي الاهلي عندنا السنه دي في ماتشات يعني عندنا السوبر المرتبط ان شاء الله والسوبر احتمال كبير قوي يبقى في افريقيا. لعبت افريقيا اللي فاتت؟ لعبت افريقيا اول سنه لعبتيها اللي احنا خدنا فيها خدنا ثالث لعبتيها وحابه تلعبيها تاني؟ جدا ونفسي اكسبها عشان هتبقى مع النادي الاهلي او هتبقى مع ناديه. فدي بتخلينا في حته ثانيه وتطلع منها اصلا بتبقى لا هو انا كده ان شاء الله كل حاجه بقى في السيزون بتاعتنا فبتبقى حلوه قوي. لا وبالذات مع النادي
حتى يعني المنتخب كده كده عشان مصر وكده وكل حاجه، بس مع النادي مختلفه تماما تماما. خلي بالك رضوى بص بقى لها 4 سنين غيرناها. لسه بسالها والله. شوفي انت لسه بتقولي دلوقتي. لا لا انا لسه بسالها. بقول لك انت ما شاء الله يبان عليك ان انت متربيه في النادي الاهلي. لسه بص انت على طول اول سنه من كتر كمان ما عارفه قد ايه افريقيا مع الاهلي مختلفه. هي ايه ده انتوا؟ انا كمان عايزه اكسب. ايوه عايزه خديني معاكم عشان فرقتي وعشان كله. لا وبس كمان لما رحت اول سنه لا هم ما سابونيش بصراحه يعني ما سابونيش خالص. طب مين الروم ميت بتاعتك؟ يعني كل سنه بتختلف عشان لو حد مشي. اخر سنه اخر سنه حبيبه حاتم. حبيبه حاتم يمكن انتوا قريبين شويه مع بعض في السن ولا صح؟ مش كده؟ صح عشان كده. بس انت حبيت الموضوع وحابه جدا جدا ونفسي اللي هو اصلا لا الدوري لازم يرجع. هو مش اوبشن لازم. ان هو اخذنا سنه. اكتر ماتش السنه اللي فاتت انت كنت شوف بقى هي مستنيه السؤال. اقول الماتش. اقول الماتش. اتفضلي يا فندم. ماتش الكاس عشان رضوى هي اللي كسبت. كان اون فاير. طبعا كلنا كان لينا دور صحبتي. بس بجد في الكريتيكال رضوى كانت. اطلعي مع جنة بعد كده في التلفزيون. انا كده انا مش هطلع غير مع جنة. والله مش هطلع غير مع جنة. والله بقول الحقيقه بجد كورتين كريتيكال من غيرهم كان. ايه رايك بقى الصراحه الماتش ده بالنسبه لي؟ لا انا اصلا انا ما اعرفش. انا نزلت وما كانش في اي حاجه في دماغي خالص. نزلت كنا خسرانين. نزلت بقى انا نازله دافع. نزلت دفعت ما حدش هيخش. ما انا لازم نكسب الماتش ده. هو كان ماتش على الجاردات ولا على البوينت جارد؟ انت في العادي كنا ساعتها واقفين زون. يعني قلبنا زون فمش اي حد. كان الاثنين كانت المحترفه وكانت اسرار متهيألي. ما حدش هيخش. هو خلاص انا الماتش ده لازم اكسبه. بس يلا يا جماعه خلاص الماتش ده على رقبتنا. هو كان ماتش واحد ما فيش يعني ما لهوش يعني مش زي الفاينل. فاينل 5 فلا ما بس. فنزلت يلا يا رضوى مش في دماغي بقى اي حاجه. وكنت اللي هو انا قاعده بشجع من بره وكنت نازله في الثالث. يلا دفعت باسكت في الثاني في 3 بوينت في فاست بريك. يلا يا جماعه احنا عملنا كومباك. خلصنا فاضل 4 دقائق. كابتن غيرني سوريا انزلي ما حدش يشوف. نزلنا لا وسوريا كمان في الاول قالت يعني كوتش كان هينزلها قبليها كابتن رضوى سيبها ما تطلعهاش. لا قالت له سيبها بس الدقيقه دي كابتن سيبها فعلا الدقيقه دي حاطط باسكت كان والله. كان هيغيرها كذا مره. قالت له كابتن هي ماشيه خلاص سيبها هي بتدافع وهي بتجيب وتجري واحنا لا بس. فلحد لعبت بقى لحد الرابع يعني لعبت من الرابع كله كان فاضل خلاص 3 دقائق او حاجه. ف خلاص كنت ابتديت بقى اخد نفسي. كابتن طلع يلا يا سوريا. سوريا 4 دقايق موتي نفسك. مش هنخسر الجيم ده. لا كان ماتش حلو قوي بس. فلا انا زي ده صراحه ماتش. طب انت يا جنى اكتر ماتش انت بالنسبه لك الماتش بالنسبه لي السنه اللي فاتت مش عارفه يعني. انا اقول لك شيء اجاوب بقى. انا جاوب وبعد كده اساليني فهي تجاوب. طيب انا اقول لك لا ماتش بطوله القاهره. ايوه انت نزلتي عملتي شغل جامد قوي كان مع الجزيره. انا جيت بعديه كمان. صح جيتي بعديه صح؟, صح انا فاكر الماتش ده. انت بعد الماتش ده عملت شغل كويس جدا حتى في ريباوند وفي الفاست بريك وقفلت عليهم. لا لما تقول لها انزل دفعي بتضايق. لا ما جنى عايزين كذا وكذا. خلاص جنى نازله تعمل كذا وكذا وبتنجز ذاتها جامد جدا جدا. خلاص جنى احنا محتاجين تدافعي ما بنت ما تجيبش باسكت. خلاص جنى هتعمل كده. لا وانت كنت بتدافعي على رضوى سالم فاكر صح؟ شفتي بقى ما انا صاحبتي يعني بس فريند عادي مفيش كلام ده. في الملعب ما نعرفش حد. صحيح تيشيرت انا لبست تيشيرت. احنا بره الملعب خلاص بقينا اصحاب بالظبط. انا لبست تيشيرت شورت حاج بس بتحول. وبعدين في المنتخب ما احنا هو مع بعض برضه لبسنا تيشيرت منتخب مصر. احنا كنا مع بعض ولا ليبل لاي نادي ولا اي حاجه. الملعب دلوقتي لمصر. مصر الدنيا بتتغير خالص. وده الصح في النادي الاهلي طبعا. يعني احنا شفنا مؤمن طارق خالد بيخسر بابا النهارده عادي. لا بابا بس بابا حلو على قلبه ده اللي خسرني ابني. مفيش مشكله يعني انت مالك ازاي بس. هو ده اللي اتعمل لنا في النادي الاهلي يعني. ما فيش حاجه اسمها انا بنزل بلبس التيشيرت بفصل عن ما اعرفش اي حاجه ثانيه بفصل عن. طب انت شايف السنه الجايه ازاي جنى؟ يعني شايف السنه الجايه ازاي؟ ان شاء الله احنا السنه اللي فاتت خسرنا الدوري بعد 5 ماتش. فاحنا السنه دي مش هنخسر ولا ماتش ان شاء الله يعني مش بطوله ان شاء الله ولا ماتش. هنفرح الجمهور مش هنخليهم يحسوا ان احنا مقصرين في اي حاجه ولا اي حد فينا. عينكم على الفرقه الثانيه عامله ايه؟ سبورتنج لسه جامده زي ما هي طبعا وهم جايبين بس حد كله بدا يدعم جايبين محترفين كويسين قوي. انا سامع ان مصر التامين برضو دعم جامد يعني واخدين ناس كتير قوي حتى كانت من فرقتنا اهلي وهيرلس برضو كويسين والجزيره فكل دلوقتي بدا يجيب محترفين يعني الكبار اللي جاي اصعب طبعا كتير تقريبا من كتير. اصعب يعني الموسم اللي فات كان من اصعب الموسمات. لا هو اللي جاي اصعب كتير
ليفل المحترفين بيعلى كل شويه، بقى ليفل وحش. ولاد وبنات، لا بجد قوي قوي، ولاد وبنات ليفل كل شويه بيعلى. ده كايلا، كايلا بتحط ايه الماتش السنه اللي فاتت؟ 50 نقطه. كايلا ده في الدوري ام بي اي، في حاجه كايلا ما ينفعش تلعب في الدوري المصري. ايوه كايلا لو لعبت في الدوري المصري احنا خلاص. انا كنت عايز اقول لحضرتك انت يعني، يعني متاكده انت، حضرتك متاكده ان اعلامك هي لما جت انا قلت ان مش هتبقى يعني بالمستوى الكبير يعني؟ لا لا هي بس انا شفتها قلت ايه ده يا جماعه هو في ايه؟ مع ان مع انها بره يعني احنا هي بره مثلا السكور بتاعها من 10 ل 15 هنا بره. طبعا من 15 ل 16 اه يعني لا لا فيزيكلي لا لا حاجه حاجه هي حاجه ثانيه اللي معليها قوي عنها قوي فيزيكلي قوي قوي يعني ما شاء الله ليفل ثاني قوي منتاليتي ثانيه خالص 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 كل حاجه هي اصلا منتاليتي ثانيه. متابعينها في الدبليو ام بي ولا مش؟ اه بعد بتبعت لكم مثلا على الجروبات تبع لكم حاجه؟ اه لا بنكلمها بنكلمها يعني حتى ساعات الفاينل بتاع الماتشات كانت بتكلمنا وتتفرج علينا وتكلمنا علينا. مبسوطه بتجربتها في مصر؟ اه قوي يعني هي أوي. هي حبتنا يعني كمان مش عارفه ممكن تجربها تاني ولا لا، بس هي هتيجي يعني كده هتيجي مصر تاني حبه قوي. اه يعني هي حست ان احنا ورد قوي معاها يعني بتشرب لنا دي اكيد شربت خلاص طالما شربت مننا. لا عملنا كل حاجه، شربناها اكلناها مع ان دخلت النادي الاهلي معلش يعني والنادي الاهلي طبعا ده شربت مننا ولعبت في الاهلي بالظبط يعني مش عايز لا وشفت الجمهور كانت بتقعد تقول لي انا وانا ماشيه بيقولوا لي ان هم عارفينها فاللي هي مبسوطه قوي. ايوه تلعبي في النادي الاهلي هي كانت جميله. طيب يعني انت ان شاء الله شايفه الموسم اللي جاي اصعب، بس احنا قادرين على ان احنا ننافس وننافس بقوه ان شاء الله باذن الله. وشايفين طيب يعني الحمد لله ما عندناش اصابات، الدنيا كويسه يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نتجمع بقى على اول 10 كده بقى عشان جايبين كمان صفقات جديده ومراجعنا لوكس. اه فالدنيا مختلفه السنه دي. انا مش عايز اقول لكم اتبسطت جدا بالحلقه دي ونورتوني شرفتوني. والله احنا كمان جدا الوقت عدى بسرعه، انا حاسس ان احنا كنا يعني بنتكلم يعني ايه على ترابيزه في النادي يعني مش في قناه النادي الاهلي خالص. انا نسيت ان احنا على والله. رضوى محمد بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق بجد. ربنا يخليك شكرا ان شاء الله. جنى مصطفى نورتيني وشرفتيني وكنت سعيد وانت بتهزري مع الصحفيين والمصورين والدنيا هنا، نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجمات كره السله في النادي الاهلي، عندنا المزيد والمزيد في برنامج الابطال، تابعونا وشكرا على حسن